يا رب قبل مغرب يوم الجمعة اكتب اليسر لمن يعاني العسر، والراحة لمن به هم، والسعادة للمحزون، والشفاء للمريض، والرحمة للميت، والإجابة لمن دعاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في نهاية هذا اليوم المبارك أن تغفر لنا ولعائلتنا ولأحبتنا وللمسلمين أجمعين. اللهم اجعل هذا اليوم بداية لخير الأيام، وارزقنا سعادة الدنيا والآخرة، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم احفظنا من كل شر، ووفقنا لما تحب وترضى، آمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين.